السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. حققت سيدات نادي المحرق لكرة الطائرة المركز الثاني في دورة الألعاب الثالثة للأندية العربية في ختام منافسات المسابقة التي أقيمت في إمارات الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ظفر بها فريق الوصل الإماراتي وبفارق الأشواط عن المحرق، وذلك بعد فوزه على نادي سيدات الشارقة بثلاثة أشواط نظيفة، فيما حققت سيدات نادي الشارقة المركز الثالث في سلم الترتيب. أهني الفرق البحرينية اللي حققت والحمد لله بتميز، أتمنى إن شاء الله بعد مزيد، لأن إحنا نطمع دائما أن نحصل على الذهب، وإن شاء الله كل هذه الفرق لما ترجع يكون هناك تقييم. في فرق بالفعل أبدعت، ونحب أن هي أيضا تنطلق من ذي المنطلق العربي إلى المنطلق أيضا القاري والمنطلق الدولي، والفتاة البحرينية قادرة على ذلك، لأن بالفعل الكل يشيد بمنتخبات البحرين. تأهل فريق المنامة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس زين البحرين لكرة السلة بعد تغلبها على منافسه الأهلي ب 77 نقطة مقابل 71 في اللقاء الذي جمعهما على صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصن. تألق في صفوف المنامة اللاعب محمد كويت بتسجيل 21 نقطة، فيما كان حسين شاكر أفضل المسجلين من جانب الأهلي ب 25 نقطة، ليضرب المنامة موعدا في المباراة النهائية مع فريق الحلا الذي بدوره تأهل عبر بوابة المحرق.